هلا بنات، شلونكم؟ شو اخباركم؟ ياكم فرنسا الزهراء من قناة زوزة. اليوم حديثنا عن منتج بي اف بي، شنو فائدته وشلون استفاديت من عنده، وتجربة شخصية بصراحة. هاي ثاني علبة اشتريها، فرح احكيكم عنه. هو سيروم مقشر على شكل رولة، سهل ومريح كلش. هو عبارة عن مواد حوامض وتسوي تقشير طبيعي للبشرة. بنات، هو هذا مو مفتح نهائيا، هو اذا عندك مناطق داكنة يقشر لك اياها، يعني يشيل الجلد الاسمر بس ويرجع لك لون بشرتك حقيقية، بس لا اكثر ولا اقل. وممكن استخدام يعني كمزيل للعرق، واذا عندك مثلا شعر تحت الجلد او ندوب فكلش راح يفيدك. بس حاولي من تستخدمين للطلعين الشمس، ويستخدم مرتين باليوم. ومن يعني من تستخدمين مرتين باليوم حاولي لا تقشرين المنطقة او الجلد اللي تحطيه عليه، لان شو اسمه حيصير تقشير يدوي مو تقشير، هو اللي يعني تقشير المادة. فمثل ما تشوفون هو مثل السيروم هيك يصير على شكل رولة، يعني تفتر وتوزع السيروم مالتها. تقريبا هو هذا الاصلي، حاولوا تاخذوه من مركز فانيلا او استاكور ستور او اي مركز مشهور بغداد. ما انصح تاخذوه من محلات عادية اللي يقول ب15 وهاي، لان سعره غالي. وسهل هو كلش ومريح، وترجعين الجلد الطبيعي اللي بشرتك كان، يعني وخر الاسمرار بس. ولهنا خلصنا الحكي عن بي اف بي. طبعا حكي قصير لان هو مقشر مثل مقشرات البقية، بس انه هو يعني شام مثل يقشر البشر بالحوامض. ولهنا نكون خلصنا. لا تنسون اللايك والاشتراك والمتابعة، ولا تنسون تفعلون جرس الاشعارات. باي.